أخبار اليوم. احنا أرجو ان احنا ننتبه للكلام اللي انا بقوله ده كويس، وانا بنتهز الفرصة ان احنا موجود مع السيدة المستشارة اللي انا بقدرها. صحيح، خلي بالك في مصر يوم 3/7 صدر بيان لم يمس فيه انسان مصري واحد، وكانت الفرصة متاحة للجميع بالمشاركة لعملية سياسية جديدة. ما كناش محتاجين أبدا نخش في عمل عنيف ضد بعضنا البعض لمدة سنتين. أنا بقول الكلام ده لأن يمكن يكون ده مش واضح عند كتير مننا، فأنا بس بوضحه.